يعني نفصل هذه القصة بقطع صغيرة. أول شيء، كم كان عددهم في الخليج في نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين؟ هو طبعا الأعداد كانت ينظر لها بحسب الموانئ، فنقول مثلا في الكويت كانوا 3000، في البحرين 2500، في الجزيرة العربية يعتمد أنت تتكلم على الحسا ولا تتكلم على الحجاز. كل حال الجزيرة العربية بما فيها الخليج. وهذه نقطة أخرى، أن كفترات تاريخية يزدادون وينقصون، وفي ناس تعتق. احنا نتكلم في فترة من الفترات وصلوا إلى مليون. إلى مليون؟ إلى مليون. وهذه الفترة تقريبا في حدود متى؟ في بدايات القرن العشرين، تقدر تقول بدايات القرن العشرين كان عندك مليون شخص تقريبا. إما كانوا عبيد أو عبيد الآن أو كانوا عبيد في السابق.